بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 20 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز. والحجاز هي أرض تهامة، يدخل فيها اليمن، ويدخل فيها مكة، ويدخل فيها المدينة، كل دي اسمها الحجاز، أرض تهامة كلها اسمها أرض الحجاز. وإذا أطلقت عند المصريين يقصدوا بها مكة والمدينة المصريين، وعند معظم الناس العرف الحالي لما يقول لك الحجاز يقصد مكة والمدينة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 90 بعد 604,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، يعني تسلموا من إيه؟ من الحصار والتهجير والقتل، يعني لو أسلموا كانوا فضلوا عادي وأقرهم على ما يملكون. وهو طلب منهم أن يسلموا لأن خبره وصفته عندهم في التوراة، وصية أنبيائهم لهم أن يؤمنوا بهذا النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، أي تسلموا دنيا وأخرى، تسلموا في الدنيا من التهجير والتشريد أو القتل، وتسلموا في الآخرة من نار جهنم. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا، يعني لا أريد أن تقولوا أني بلغت، يعني قالوا خلاص بلغت، خلاص مع السلامة، كأنه بيقولوا كده إزاء أدب، هو يطلب منهم أمر ثم يقولوا خلاص سمعنا. طب وبعدين فين أطعنا؟ سمعنا على عادتهم، يقولوا سمعنا واسمع غير مسمع وراعين، وكانوا يقولوا سمعنا وعصينا سيدنا موسى قبل كده على عادتهم يعني. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، يقصد الأرض هنا إيه؟ الأرض المخصوصة، أرض الحجاز، إنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. يبقى النبي أنذرهم قبلها وأعطاهم فرصة، قال له اللي عنده مال يبيعه ويجهز نفسه، لأن أنتوا كده كده سوف تتركوا هذه الأرض، سوف تتركوها، إن لم تسلموا سوف تتركوا هذه الأرض وتجلوا منها، لأن الله حكمني في هذه الأرض.
وحكم الله الا ينكس في هذه الارض الا يكون هناك دينان في جزيره العرب. حكم الله كده، الا يجتمع دينان في جزيره العرب دون سائر بقاع الارض. بقاع الارض لا باس يبقى فيها كل الاديان، مش مشكله، الا جزيره العرب قطعه مخصوصه من الارض لا يبقى فيها دينان. وعن ابي قال وحدثني محمد بن رافع واسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير، اللي هو ايه؟ اللي هو في سورة الحشر، اجلى بني النضير واقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك. قريظة كادوا يدخلوا الاحزاب من جهتهم الى المدينة، لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حموا انفسهم من جيش الاحزاب بالخندق، وبقي من الجهة الاخرى قريظة، وكان بينه وبينهم اتفاق، فكادوا يخونوا النبي في هذا الاتفاق ويدخلوا الكفار من هذه الجهة الى المدينة فيجتاحوا المدينة. فلما اجلى الله الاحزاب ونصر المسلمين على الاحزاب بالخوف والريح وغير ذلك، امر النبي صلى الله عليه وسلم باجلاء بني قريظة لانهم خالفوا العهد. معلش كده في سورة الأحزاب إيه؟ ذكر ذلك، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من إيه؟ من صياصيهم، اللي هي إيه؟ في سورة الأحزاب اللي هي بني قريظة دول. وأنزل الذين ظاهروهم يعني ناصروا الأحزاب من صياصيهم يعني من حصونهم، وأورثكم دي أموالهم وديارهم وأموالهم وأرضهم وإيه؟ وأرضا لم تطئوها. فكل ده نزل فين؟ في بني قريظة، ده بعد الأحزاب. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير أولا، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. بعد ما حكم فيهم مين؟ سيدنا سعد بن معاذ. إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، إلا اللي أسلموا منهم فقعدوا خلاص، بقوا لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. وعشان كده احنا بنقول إن القضية الفلسطينية تتحل إن اليهود اللي قاعدين هناك يسلموا، خليكم قاعدين بقى، بس مش عايزين أي حاجة، افضلوا قاعدين، لو اسلموا خلاص لا هنحارب يهود ولا هنعمل لهم حاجه، لكن هم مصممين يعيشوا كفارا، مصممين يعيشوا على الكفر وياخذوا ارض ايه؟ ارض المسلمين. فهذا التصميم هو الذي يجعل الحرب بيننا وبينهم دائما مستمر. لو اسلموا لزالت الحرب، لكنهم كلما ايه؟ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، ويسعون في الارض فسادا على عادتهم في كل عصر وفي كل مصر. إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد لهذا الحديث، وحديث ابن جريج أكثر وأتم. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يبقى النبي بدأ بتطهير جزيرة العرب بالمدينة أولا، ثم بعد ذلك طهر سائر جزيرة العرب
تدريجيا حتى تم التطهير في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب بعد ذلك، حيث أن النبي قال لا يبقى دينان في جزيرة العرب. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، لأن جزيرة العرب حريم لإيه؟ لمكة والمدينة، وحريم الشيء لا حكم ما هو حريم له، القاعدة كده، حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون هناك دائرة محرمة لا يدخلها إلا المسلمون حول مكة والمدينة، وهي جزيرة العرب كلها. ربنا قال لنا إيه؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فنهاهم عن دخول حيز الحرم في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، فصارت المدينة أيضا حرم لا نفس حكمه، فأجلاهم من المدينة بعدما خالفوا العهد وحاربوا، ثم بعد ذلك أمر بإجلائهم من سائر جزيرة العرب، فنفذها سيدنا عمر وكملها في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وعنه بي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. بإسنادنا وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. هل يجوز النزول على حكم فرد من أفراد الأمة؟ بالإجماع يجوز إلا عند الخوارج. الخوارج لما سيدنا علي بن أبي طالب قبل التحكيم لعدم إراقة الدماء لأنه يجوز النزول على حكم أحد أفراد الأمة، بدليل أن النبي نزل أنزل بيهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ. فالخوارج ادعوا أن سيدنا علي هنا ترك الحكم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله أن تنزل لحكم أحد العلول، فخرجوا على سيدنا علي الخوارج وكفروا سيدنا علي، والنبي فعل ذلك قبل سيدنا علي وأنزل يهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ. فإن كان سيدنا علي أخطأ يتهموا النبي بالخطأ، وبالتالي أجمع علماء الأمة على جواز النزول على حكم عدل من المسلمين إلا الخوارج، خرجوا وشذوا وشذوا في النار، من شذ شذ في النار. فاللي بيعترض على نزول سيدنا علي بن أبي طالب على الحكمين على حكم الحكمين لم يرى أن سيدنا علي كان فقيها في هذه المسألة، وأنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد، كان سيدنا سعد أصيب بسهم في أثناء غزوة الأحزاب في أكحله في الأكحل، الأكحل اللي هو الشريان أو الوريد الكبير اللي موجود أمام المرفق،
في الحته دي اللي هو يسموه الشريان العضدي بريكيال ارتري ان انجلش، واخد بالك؟ لان هو مات بنزيف منه بعد كده، فكان اصيب بهذا بسهم في هذا الموضع وكان مربوط وكان نزف نزف شديد حتى انه كان فقد القدره على انه يمشي، فكان ايه جايبينه على حمار، وكان مريض وعنده حراره عاليه والتهاب شديد في جسمه. فلما دنا من المسجد، المسجد اللي الرسول اختطاه عند بني قريظة مش مسجده صلى الله عليه وسلم، لانه كانوا محاصرين بني قريظة. فلما دنا قريبا من المسجد اي الذي اختطاه النبي صلى الله عليه وسلم بجوار بني قريظة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم، يعني ساعدوه لانه كان مريض، ينزلوه من على الحمار ويسندوه حتى يجلس. قوموا الى سيدكم او خيركم، وهنا يجوز القيام للقادم ان كان من اهل الشرف واهل الديانة، واجمعت الامة على ذلك. اما المحرم هو ان يحب القادم ان يقوم له الناس، والمنهي عنه ايضا انه يظل قياما وهو قاعد، لا باس ان تقوم حتى يدخل ثم نجلس الجميع، لكن يجلس هو يظل الكل واقف، هذه الحالة فيها نوع من الكبر منهي عنه. يبقى المنهي عنه أن يحب القادم أن تقوم له الناس، فإن قاموا اختيارا وهو لا يحب ذلك ولا يؤنبهم لو لم يقوموا يبقى لا بأس، هذا من باب احترام الكبير. ثم إذا قاموا يجلسوا بعدما يجلس ولا يظل قياما وهو جالس، لأن هذا أيضا يعني في ظاهره نوع من الكبر والتميز الذي لا يحبه المسلمون فيما بينهم، وإن كان المسلمون تربوا على أنهم يوقروا الكبير ويرحموا الصغير. قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير بني قريظة، قال لهم تحبوا تنزلوا على حكمي ولا تختاروا احدا يحكم فيكم؟ شوف ما فيش بعد كده بقى عدل يعني. فاختاروا الاوس، لان الاوس كانوا بينهم ايه قرابه وعهد وصداقه منذ ايه سنوات طويله، فقالوا الاوس يحكموا فيه، فالاوس اختاروا منهم زعيمهم اللي هو سعد بن معاذ، فكان مريض فجاء سعد بن معاذ وهم قابلوا ذلك، فهمت؟ ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، متصورين حيحبيهم، إيه للعلاقات القديمة بينهم في الصداقة والتجارة والتربية، لأن كانوا عايشين معهم سنوات طويلة حتى قبل الإسلام. قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك، وفي بعض نسخ البخاري قضيت بحكم الملك اللي هو جبريل يعني، والملك هنا اللي هو الله. قال قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى، وربما قال قضيت بحكم الملك. وعن ابي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الاسناد، وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير، قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، والعرقة دي أمه، ابن العرقة، رماه في الأكحل، وده عرق في اليد ايه يفصد، يعملوا عليه فصد
قصد نوع من الحجامه يعني. في عرق في اليد هنا بيعملوا عليه ايه؟ فصد، اللي هو الوقت اللي الوريد اللي انت بتاخد فيه حقنه، مش انت بتاخد حقنه ساعات هنا؟ هو ده العرق. تحتيه شريان على طول، يعني اللي انت بتاخد فيه حقنه ده وريد، تحتيه شريان. ينبض، تحس نبضه هكذا. هو بقى جرح في هذه المكان. فايه؟ فجرح الشريان والوريد في المنطقه دي. فنزف نزف شديد. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده. النبي صلى الله عليه وسلم عمل له ايه؟ مكان كده في المسجد اللي هو مسجد بني قريظة، اللي عند بني قريظة. مش مسجد النبي بقى اللي في المدينة، لا. لما راحوا يحاصروا بني قريظة هناك وينقشوهم، اختبط مسجدا وجعل سيدنا ايه سعد يمرن في خيمة داخل المسجد. فدل على جواز تمريض ايه؟ المريض داخل المسجد. على ان يأمن خروج النجاسات وغيرها. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. اخرج اليهم، علشان يجلي بني قريظة، لانهم كادوا يخنوهم، كان هيدخلوا الاحزاب من جهتهم. فجاء سيدنا جبريل امرا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجلي بني قريظة، حيث انهم اخلوا بعهد الامان بينهم. فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. اخرج اليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاين؟ فاشار الى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم الى سعد، قال: فاني احكم فيهم ان تقتل المقاتله، وان تسبى الذريه والنساء، وتقسم اموالهم. وعن ابي قال: وحدثنا ابو كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. يبقى حكم الله في الخيانة في وقت الحرب القتل، القتل على طول. وعشان كده حتى في جميع شرائع الأرض، الخيانة العظمى في أي بلد حكمها إيه؟ الإعدام. هو ده حكم الله، لأن إيه؟ الخيانة العظمى وقت الحرب تؤدي إلى إراقة دماء كثيرة، وبالتالي من يفعلها يبقى ايه؟ يستحق القتل، لانه كان سوف يتسبب في قتل غيره بخيانته. وعن ابي قال: حدثنا ابو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام قال: اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان سعدا قال: وتحجر كلمه للبرء. كلمه يعني جرحه، الكلم هو الجرح. وقد تحجر كلمه للبرء، يعني كاد الجرح بتاعه يتحجر، يعني يبتدي ايه؟ يجف ويلتئم. فقال: اللهم انك تعلم ان ليس احد احب الي ان اجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم واخرجوه. اللهم فان كان بقي من حرب قريش شيء فابقني اجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وبالفعل بعد الخندق ما كانش في حرب مع قريش تاني، لأن جاء بعد كده صلح الحديبية وثم فتح مكة وانتهت. فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، عشان يموت شهيد يعني. وهذا ليس تمني الموت بل تمني الشهادة. فانفجرت من لبته موضع في النحر، يعني لان الدراع ده الشريان ده طالع من القلب وماشي كده وماشي طول لحد هنا، هو اصلا طالع من القلب، فلما حصل التهاب في الشريان وصل لحد هنا، ده اسمه ميكوتيك انيوريزم. يعني ايه؟ يعني عبارة عن تمدد شرياني التهابي صديدي.
وبنشوفها احنا الحالات دي على فكره لحد دلوقتي. فانفجر من هنا بقى من اصله، فخرج الدم ومات بعد دعوته. كويس؟ فانفجرت من لبته، اللي هو اللبتي لو موضع النحر لين. فلم يراهم يعني لم يفزعهم، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. لقوا الدم سائل خارج من الخيمة اللي فيها إيه؟ سعد بن معاذ. ومات بإيه؟ بالسراية، يسموها مات بالسراية، يعني بسراية جرحه. الجرح الأول ما ماتش بيه على طول، ده مات بعده بعدة أيام، يسموه مات بالسراية. يعني سرى فيه إيه؟ سبب الموت حتى مات بسبب الجرح. وأخذ إيه؟ ثواب الشهادة. فلم يراهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قال فإذا سعد جرحه يغض دما، يعني ينزف ويسيل دما، يغض يعني ينزف إيه؟ بشدة. فمات منها. وعن أبي قال وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته، مكان لبته ليلته، يعني في نفس الليلة التي دعا فيه، فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت، فما فعلت قريظة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهو الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور، وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. ليه؟ لأن برضو بنو قينقاع طلبوا تحكيم عبد الله بن أبي فيه، زي ما بني قريظة طلبوا تحكيم سعد بن معاذ، بنو قينقاع إيه؟ حكموا عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي حكم إن هم إيه؟ إن هم يتركوا أموالهم ويجلوا، يمشوا، ما يقتلوش، يمشوا. فهمت إزاي؟ فبيقول إيه؟ تركتم قدركم لا شيء فيها، يعني لأنهم قتلتم، وقدر القوم حامية تفور، يعني إيه القوم اللي هم بنوا قينقاع؟ لأنهم حكم فيهم من كان مواليا لهم فحماهم. وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. وميطان ده موضع هناك مدينة. يعني باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر. يعني لو جاءك الشرع بأمرين في وقت واحد بحيث أنك إذا التزمت أحدهما تركت الآخر، أيهما تقدم؟ هذه المسألة. إذا أمرك الشرع بأمرين في وقت واحد، إذا فعلت أحدهما تأخر الآخر، أيهما تقدم؟ هذه المسألة. فهم؟ وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين. لما سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هل وضعت الحرب؟ إن لم نضع الحرب بعد، اذهب إلى بني قريظة فابنوهم. كويس؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس قال ألا لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. أمر الناس فلما أمروا بذلك في بعضهم قال أن النبي يريد أننا نتعجل ولا يريد أن نضيع وقت الظهر. فهمت إزاي؟
وفي رواية قال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، رواية البخاري العصر والرواية هنا الظهر، فيبدو أن هناك كان من لم يصلي الظهر بعد فقال لهم أجل الظهر، وهناك من كان صلى الظهر فقال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني من صلى الظهر لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ومن لم يصلي الظهر الآن عليه أن يصلي الظهر في بني قريظة، يعني يتعجل. فهمت بقى المسألة؟ فلما صاروا في الطريق اختلفوا في فهم كلام النبي، هل يقصد النبي أننا نتعجل ولا يقصد أن نضيع وقت الصلاة، أم يقصد أننا نصليها هناك ولو ضاع وقتها؟ اختلف فهمه، بعضهم أخذ الأمر على علته، وعلة الأمر التعجيل وليس المقصود من الأمر تضييع وقت الصلاة، فماشوا مع علة الأمر وحكمة الأمر فصلوا وانصرفوا، وآخرين لم ينظروا إلى علة الأمر بل نظروا إلى ظاهره فقالوا لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف أحدهم، دل على أن النبي يقر القياس ويقل الأخذ بالظاهر. كويس؟ لأننا قاسوا الأمر على الحكمة، وهناك من أخذوا بغير قياس ولم ينظروا للحكم، والنبي لم يعنف المذهبين. كويس؟ مذهب الظاهرية ومذهب أهل إيه؟ أهل القياس والعلة. يعني المذاهب نشأت من أيام الصحابة، المذاهب الفقهية نشأت من أيام الصحابة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.